السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. دونك لحد الآن معنا 35 شخص اللي كيتبع معنا لو لايف. مرحبا بكم في هذا لو لايف الرابع والأخير من الكبسولات الرمضانية اللي من خلالهم كنتعرفوا على العناية بالجمال ديالنا خلال شهر رمضان. دونك غادي نتسناو واحد شوية باش يلتحقوا بنا عدد أكثر من المشاهدين. دونك بالنسبة للناس اللي كيسولوا واش اللايف سالا ولا عاد غادي يبدا، فاحنا عاد غادي نبداو إن شاء الله. خليو لي ان كومونتير الا كنتو كتسمعوني وكتشوفوني مزيان، خليو لي ان كومونتير. اوكي، سلام سلام عليكم، شكرا على لي ميساج ديالكم. شكرا. دونك افكتيفمون مازال ما بدينا، يلاه غادي نبداو. بالنسبه للناس مازالين كيسولوا، اوكي دونك الصوت والصوره مزيانين. شكرا على الاجابات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم. دونك كما قلنا، هذا اللايف هذا ان شاء الله هو اخر لايف من كبسولات الرمضانيه اللي بديناهم في بدايه شهر رمضان، واللي من خلالهم تعرفنا على كيفية العناية بالجمال ديالنا خلال شهر رمضان. دونك طرقنا المواضيع مختلفة، طرقنا العناية بشرة ديال الوجه وبشرة الشفاه، طرقنا العناية بالشعر، واللايف اللي داز هضرنا على العناية باليدين والعناية بالأرجل. وإن شاء الله اليوم غادي يكون الموضوع ديال هاد اللايف هذا هو العناية بالجسم، يعني بالبشرة ديال الجسم ديالنا بأكمله. وايضا غادي نهضروا واحد شويه على العطور وتعرفوا على العطور والفئات ديالهم. دونك قبل ما نبداو، كتعرفوا كاملين انه كاينه مسابقه اللي من خلالها من بعد كل بث مباشر كنهضروا كنطرح عليكم سؤال، والاجابه ديالو كالعاده كتكون في لو بوست في لاباج فيسبوك اللي كتخليو الاجوبه ديالكم اون كومونتير، وكنديروا سحب ولا كنديروا قرعه باش كنشوفوا شكون الفائز او الفائزه اللي جاوبوا جواب صحيح على السؤال. دونك الاسبوع اللي داز كما قلت لكم انه هضرنا على العنايه باليدين والعنايه بالارجل، وكان السؤال خاص بواحد المنتوج اللي هو القلم الزيتي للاظافر، وكان السؤال هو شنو هما المزايا الثلاث ديال هذا القلم الزيتي. دونك الجواب على هذا السؤال هذا هو انه هذا القلم الزيتي كيعطي عنايه، كيعطي تنعيم، وكيعطي تهدئ للبشره والاظافر. دونك كانوا تبارك الله بزاف ديال الاجوبه، بزاف ديال الاجوبه الصحيحه اللي داروا في لي كومونتير في لاباج فيسبوك في لو بوست اللي كنطرحوا عليه السؤال. وكما قلت لكم في لو لايف ديال الاسبوع اللي داز، انه هاد المره هذه الرابح او الرابحه غادي يتم اختيارهم عن طريق سحب. فحنايا درنا السحب وطلعت معنا فائزه اللي غادي نعلنوا عليها اليوم، ونتمنوا انها تكون متواجده معنا. دونك الفائزه اللي جاوبات جواب صحيح واللي ربحات معنا في القرعه ديال الناس اللي جاوبوا اون كومونتير وجاوبوا جواب صحيح، دونك هي مدام مريم الضغمومي. برافو برافو على الجواب ديالك، وبرافو على الفوز ديالك. دونك انت فزتي معنا بان مانيفيك تروس من شركه ديال اوريفلام مليئه بالمنتوجات للعنايه بالجسم. دونك للتذكير، لا تروس هي فيها دي برودوي للعنايه بالبشره، العنايه بالشعر، العنايه بالجسم، العنايه بالاظافر، العنايه بالارجل، دونك العنايه بالجمال ديالك كامل. دونك فيليسيتاسيون، و الا كنتي معنا في لو لايف وكنتي كتسمعينا، دونك ما كرهناش تخلي لنا ان ميساج في فيسبوك في لاباج اوفيسيال
فيسبوك، وحنايا غادي باش تعطينا لادريس المعلومات ديالك باش نصيفطوا لك الهديه ديالك. دونك هاني ان ليك، وبيان سور بما ان هذا هو البث الاخير فحنايا غادي يكون ايضا عندنا سؤال في الاخر ديال البث، واللي كالعاده دونك سمعوني مزيان، كالعاده ملي كنطرح السؤال الاجابه ديالو ما كتكونش هنا في لي كومونتير، ولكن كتكون في لاباج اوفيسيال اوريفلام ماروك اللي كنحطوا فيها لا كيسيون على شكل بوبليكاسيون، واللي الاجوبه كيكونوا اون كومونتير. دونك كالعاده غادي نخليو لكم لو ليان ديال لاباج اوفيسيال ديالنا باش من بعد البث تمشيو تجاوبوا على السؤال. دونك félicitations. كنشوف لي كومونتير. بصحتك effectivement. بصحة مدام درمومي مريم. دونك كما قلنا انه في هاد لو لايف ديال اليوم غادي نهضروا على العنايه بالجسم، وايضا غادي نهضروا على العطور. ف العنايه بالجسم، وكما سبق ليا وذكرت في لي لايف الاخرين، هضرنا على انه استهلاك ديال المياه عنده واحد التاثير كبير بزاف على الترطيب ديال الجسم ديالنا، الترطيب ديال البشره ديالنا، الترطيب ديال الشعر، لان كل ما كانت النسبه ديال المياه طالعه في الجسم ديالنا كيكون الترطيب، النسبه ديال الترطيب هي هذيك مزيانه. دونك والعكس صحيح. دونك كل ما قلت النسبه ديال الماء في لو كور، كل ما كيولي لو كور ديزيدراتي، كل ما كيقلال الترطيب في الجسم ديالنا. داكشي علاش لو كور، البشره ديال الجسم ديالنا باكملها حتى هي كتحتاج عنايه، لانه حتى هي كتكون عندها كتاثر سلبيا بال 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 بالقل ديال النسبه ديال الماء في الجسم ديالنا. دونك كنعرفوا ان استهلاك ديال الماء هو شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، لانه الجسم ديالنا كيحتاج نسبه كبيره ديال الماء، وهاد النقطه هذه هضرت عليها وحللتها بزاف في لي لايف الاخرين. ودائما سواء في اي عضو من الجسم ديالنا كنهضروا عليه كيكون الماء هو واحد ليليمون اللي هو مهم بزاف، وخص الاستهلاك ديالو يكون مزيان. يعني خاص دائما ديك 2 لتر اللي كنشربو خاص دائما نحافظوا عليها. دونك الترطيب ديال الجسم خاصو يكون من جوج ديال الجوانب، خاص يكون ترطيب داخلي ويكون ترطيب خارجي. الترطيب الداخلي هو انه كنعطيو للجسم ديالنا كاع المياه اللي غادي تحتاج. دونك كان خصنا نستهلكوا الماء بنسبه اللي هي مزيانه. خصنا ايضا نعاونوا باغذيه اللي كتكون ولا كتحتوي على نسبه كبيره من المياه. وهنايا غادي نذكروا باغ اكزومبل غنهضروا على الخضروات. دونك ناخذوا الخضر اللي كيكون فيها نسبه عاليه من الماء اللي كتجاوز 85%. دونك باغ اكزومبل الخيار، البروكولي، لي زيبينار، هادو الجزر. دونك هادو خضر اللي فيهم اكثر من 85% ديال الماء، واللي غادي يساعدوا الجسم ديالكم باش انه يعوض ولا ياخذ واحد النسبه اضافيه ديال المياه. الحاجه الثانيه كاين الفواكه، دونك لي فروي نقدروا ناخذوا ايضا دي فروي اللي تهما فيهم نسبه عاليه من الماء، نسبه اللي تقدر توصل 85%، بحال مطيشه، بحال البطيخ، بحال الفخاز، الخوخ، التفاح، الاناناس، الليمون ايضا ولا البرتقال، اللي معروفين كفواكه كاغذيه اللي فريمون فيها اكثر من 85% ديال النسبه ديال المياه. دونك غادي عندهم ان افي اللي هو بوزيتيف على الجسم ديالنا. وايضا تقدروا تزيدوا مشروبات اللي كيكونوا غنيين بالماء، بحال الحليب ديال الصوجا اللي كيكون حتى هو فيه واحد النسبه عاليه ديال المياه. دونك هذا فيما يخص الترطيب من الداخل، والان غنهضروا على الترطيب من الخارج. دونك خصنا نعطيو ترطيب داخلي باستهلاك الماء ونعاونوا بمكونات أغذية اللي هي غنية بالمياه.
ولكن ايضا خصنا تغذيه خارجيه ولا ترطيب خارجي. دونك خصنا البشره ديالنا كتحتاج المساعده، يعني ما يكفيش اننا فقط نستعملوا ونستهلكوا المياه، ولكن البشره ديالنا كتحتاج اننا نساعدوها، اننا نعطيوها ترطيب خارجي، شيء اللي هو جد ضروري. دونك الترطيب كيكون بيان سور كما كنعرفوا على شكل دي كريم. دونك كنستعملوا كريمات خاصه بالجسم وباش نساعدوا اننا نعطيو ترطيب للجسم ديالنا. دونك الكريمات كاينين كريمات متعدده، كريمات اللي كنصحوا ان الاختيار ديال لا كريم ايدغاتونت ولا الكريم المرطب الاختيار ديالو يكون هو اختيار صحيح، لان نحاولوا اننا ناخذوا دي كريم، تختاروا دي كريم اللي يكونوا غنيين بمكونات طبيعيه، يكونوا غنيين بلي فيتامين، يعني باش يساعدوا على التغذيه ديال الجسم ديالنا، يكونوا فيهم باغ اكزومبل مكونات مضادات الاكسده، يكونوا فيهم لي فيتامين اي كاع الاغذيه او المكونات اللي هي كتعطي واحد تأثير إيجابي على البشرة ديالنا. دونك هنا ما حنا كنهضروا على الترطيب، غادي نهضروا على لي كريم ايدغاتونت اللي عندنا. اول حاجه قبل ما نهضر ايضا على الترطيب، كاين واحد النقطه واحده اخرى اللي هي لي جيل دوش اولا لي كريم دو دوش، اللي هما ايضا الاختيار ديالهم شيء اللي هو مهم جدا، لانه خصنا دائما نختاروا دي برودوي اللي فيهم مكونات طبيعيه، فيهم دي زانغريديون اللي غادي يساعدوا في التغذيه والترطيب ديال الجسم ديالنا. ناخذوا دي جيل دوش اللي حتى هما بحال لي كريم، يكونوا فيهم مكونات طبيعيه، يكونوا غادي يعطيو ترطيب اضافي للبشره ديالنا. دونك هنا اول حاجه غادي نديرها ولا اول حاجه غادي نهضر عليها هي لا غام دو برودوي فيرنس اسينشالز. دونك عندنا هنا اول حاجه لو جيل دوش. دونك كنعرفوا ان فيرنس اسينشالز هي واحد لا غام اللي معروفه بانها اون غام دو برودوي ثلاثيه المفعول، يعني كل منتوج كيكون هو كيكون ثلاثي المفعول، اي هي اون غام دو برودوي اللي فيها لا فيتامين او اي لا فيتامين بي 3. دونك عندنا هنايا لا كريم دو دوش اللي هي لو جيل دوش اللي هو ثلاثي المفعول، كيعطي تنظيف، كيعطي انتعاش، وكيعطي حمايه لو كور ديالنا. دونك ماشي فقط غير كينظفو، ولكن راه كيعطيه حمايه، كيعطيه انتعاش، وكيرطبو. اي اون باراليل في لا ميم غام كاين عندنا لا كريم دو كور اللي حتى هي بلا فيتامين او اي لا فيتامين بي 3، واللي حتى هي ثلاثيه المفعول اللي كتعطي ترطيب البشره ديال الجسم، كتعطيه حمايه، وكتعطيه نضاره واشراق اكثر. دونك دائما لا كريم دو دو لا كريم ايدغاتونت ولا كريم المرطب من الاحسن اننا نستعملوه واحد شويه من بعد لا دوش ديالنا، من بعد ما تاخذوا لا دوش تقوموا بترطيب الجسم ديالكم. دونك هذه من ناحيه. دونك دائما فيما يخص التنظيف والترطيب ديال الجسم، دونك عندنا اون غام اون نوفيل غام اللي كاينه في هذا الشهر هذا، واللي هي اون غام دو برودوي ميلك اند هاني جولد. دونك هاد لا غام هادي فيها ثلاثه ديال لي برودوي، سي اون غام زوينه بزاف، افيك ان امبالاج اللي هو زوين، فيها مكونات طبيعيه. دونك كنعرفوا ديجا كو ميلك اند هاني هو واحد لا مارك دو برودوي اللي فيها الحليب والعسل. اون بلوس هاد لي برودوي هادو جدادين، فيهم الرائحه ديال العنبر والخزامه. دونك اول حاجه كاين هو المنظف، دونك هذا منظف ماشي فقط ديال اليدين، ولكن ايضا منظف ديال لو كور. دونك بالرائحه ديال المكونات ديالو غادي يقدر انه غادي يعطيكم غيعطيكم واحد ليكسبيريونس ديال الحمام اللي هي ريلاكسون بفضل الروائح ديال العنبر وديال الخزامه.
دونك كيحاول انه الروائح باستعمال لو برودوي، دونك كتحسوا براسكم كينقص شويه لو ستريس، كترولاكساو اكثر. اي معاه كاين لا كريم ديال لو بور ميلك اند هاني جولد، دونك اون كريم اللي كتعطي ترطيب، كتعطي تغذيه الجسم. و ايضا كاين لو صابون اللي كاين حتى هو مع لا جام ميلك اند هاني جولد الجديد. دونك هذا من ناحية دونك كنشوف مرة هنا باش كنشوف لي كومونتير ديالكم كالعادة. حاجة واحدة أخرى دونك غادي ندوزو لي كريم، دونك كاينين دوطخ كريم إيدغاتون، ودائما لي كريم كيف ما كتلاحظوا كيكونوا في فورما اللي هي كبيرة، لأنه غادي نإيدغاتيو بهم لو كور ديالنا كامل. دونك باغ اكزومبل غادي نلقاو هنايا الكريمه ديال الجسم جورداني جولد، وايضا كريمه ديال الجسم جورداني جولد اسينزا، دونك اللي فيها الرائحه ديال العطر جورداني جولد اسينزا. دونك بالاضافه على انهم كيعطيو ترطيب وتغذيه الجسم، بالاضافه انهم كيخليو ايضا كيعطيو واحد الرائحه، كيخليو رائحه في لو كور اللي هي زوينه. دونك ثاني حاجه غادي نهضروا عليها هي المجموعه ديال النصائح اللي غادي نعطوهم لكم على العنايه بالجسم. اول حاجه خصكم تعرفوا انه لو كور، وباش نحاربوا المشكل ديال لا ديزيتراتاسيون ديال لو كور، اول حاجه خصكم لا بيريود ولا المده ديال الاستحمام ديالكم ما تكونش طويله بزاف، يعني تكون ما بين 10 حتى 15 دقيقه، وسورتو انكم ما تستعملوش الماء سخون بزاف، دونك دائما يكون الماء اللي هو شويه دافي، لانه الماء سخون بزاف كيسبب الجفاف ديال البشره وكيسبب الشيخوخه المتبكره. دونك ايضا خصكم تبعدوا على حاولوا ما امكن تبعدوا على المشروبات، و فوالا المشروبات اللي كيديزيدغاتيو وكيسببوا في جفاف الجسم والبشره، بحال لي برودوي اللي كيكونوا من لا كافيين. دونك واش متبعين معايا؟ شت ما كاينينش بزاف ديال لي كومونتير، تبارك الله عليك، شكرا شكرا بزاف. دونك اون باراليل مع الترطيب غنهضروا على واحد النقطه اللي هي جد مهمه، اللي هي التقشير ديال البشره. كنعرفوا حنا ديجا عندنا التقشير هو شي حاجه اللي هي مهمه ومهمه بزاف، دونك دائما عندنا التقشير ديال البشره، كنمشيو للحمام كنحكو، دونك كنحيدوا الخلايا الميته ديال الجسم، الا وانه الحكان بالكيس بواحد الوتيره اللي هي متزايده كيكون، ولا بواحد الوتيره اللي هي كثيره كيأثر شويه سلبيا على البشره ديالنا بقوه داك لي موفمون ديال الحكان. دونك بالمساعده زعما مع الحكان اللي حنا موالفين كنديرو، ضروري نستعملوا دي غوماج اولا مقشرات باش نحيدوا الخلايا الميته. دونك كنعرفوا انه الخلايا الجسم ديالنا كيموتوا الخلايا ديال الجلد وكيبقاو يتراكموا، دونك خصنا نحيدوه باش كنحصلوا على نعومه ونضاره وصحه ديال البشره ديالنا. داكشي علاش خصنا نستعملوا دي غوماج. باغ اكزومبل عندي لو غوماج ديال ميلك اند هاني جولد، دونك اللي فيه دي زيكسفوليون، فيه واحد الحبيبات اللي كيساعدوا في الازاله ديال الخلايا الميته. دونك كنديروه من مرات لجوج ديال المرات في الاسبوع، وكنديروا حركات دائريه على الجسم ديالنا باكمله باش كنحيدوا الخلايا الميته. دونك كالعاده سي لا مارك ميلك اند هاني اللي فيها الحليب والعسل، واللي كتخلي ايضا رائحه زوينه. دونك شنو هما المزايا ديال التقشير ديال البشره؟ اول حاجه هي انها كنحيدو طبقه ديال الخلايا ديال الجلد الميت اللي كيكون على سطح ديال البشره ديالنا. كيعطي سلاسه، كيعطي لمعان، كيعطي نعومه، كيعطي اشراقه للبشره ديال الجسم.
وايضا من المزايا ديال لو غوماج لانه كنبقاو كنديروا واحد الحركات اللي هي دائريه، هو كينشط الدوره الدمويه ديال الجسم ديالنا، كيفتح المسام كينظفها، وايضا كيساعد على التوحيد ديال اللون ديال البشره. دونك بالاضافه لو غوماج ميلك اند هاني، بغيت نهضر لكم على ان برودوي من لا غام لوف ناتور. لا غام لوف ناتور هضرنا ديجا عليها في لايف لي دازو، هي اون غام اللي هي صديقه للبيئه، صديقه للطبيعه، دونك فيها مكونات طبيعيه. دونك هنا عندي جيل استحمام. الوغ هو ماشي فقط ان جيل دوش، ولكن هو جيل استحمام ومقشر ايضا. دونك الا كان كيبان لكم غتشوفوا انه فيه واحد الحبيبات، دونك فيه دي زيكسفوليون، واحد الحبيبات طبيعيه اللي كتساعد في التقشير ديال البشره ديالكم. دونك هو ان جيل دوش، مي في نفس الوقت كيساعد في التقشير ديال البشره بمكونات طبيعيه، وكيخلي رائحه اللي هي زوينه في الجسم. دونك هكا غادي نكونو هضرنا على الترطيب ديال الجسم والتقشير ديالو. دونك ضروري اننا نستعملو مرطبات، نقشرو الجسم ديالنا، ونستعملو دي برودوي اللي هما يعطيو عنايه اضافيه للجسم ديالنا، ونستهلكو الماء، ونستهلكو ايضا اغذيه اللي تكون غنيه بالمياه. القسم الثاني ولا الشق الثاني في هذا اللايف، هذا في هذا البث المباشر، هو العطور. دونك العطور، وما ادراك ما العطور. كنعرفوا انه زوين هذا المقشر، شكرا جزيلا. حرية، السلام عليكم، دخلت معطلة، ماشي مشكل، واخا دخلتي معطلة حنا مازال مكملين في لو لايف. دونك قلنا انه هضرنا على الترطيب ديال البشرة والتقشير ديالها والعناية بالبشرة ديال الجسم. دابا غادي ندوزو وغادي نهضرو على العطور. دونك العطور هما واحد اللمسة نهائية اللي كنزيدوها لو لوك ديالنا ملي كنساليو، وكل واحد عنده واحد العلاقة مميزة مع العطور ديالو. دونك اللي خصنا نعرفو هو انه العطور انواع. دونك كاين فيهم بزاف ديال الروائح، يعني كل عطر كنشدوه كنلقاو فيه بزاف ديال انواع ديال الروائح. باغ اكزومبل كتسمعونا كنقولوا رائحة فيه عائلة عطرية شرقية، باغ اكزومبل شرقية فاكهية. دونك هاد العائلة العطرية هي كتكون، كنشوفو شنو هما الروائح اللي كيكون مكون منهم العطر. دونك كل عطر كيكون فيه مجموعة ديال الروائح، وكاينين بزاف ديال الأنواع ديال الروائح. غنعطيكم كمثال، غنهضرو باغ اكزومبل كنسمعو رائحة الحمضيات. الوغ رائحة الحمضيات كيكون فيها الرائحة ديال كاع لي زانغريديون اللي هما حمضيين، باغ اكزومبل الحامض. دونك هاد الرائحة ديال الحمضيات هي واحد الرائحة اللي كتعطي انتعاش وكتعطي نشاط، سورتو في الساعات الأولى ديال النهار. دونك في الصباح كتعطي نشاط باش نبداو اليوم ديالنا. دونك من بعد كنهضرو مثال آخر، بحال الروائح الشرقية. كنسمعو هذا عطر شرقي، دونك فيه روائح شرقية. بحالاش؟ دونك روائح شرقية مثلا بحال المسك، بحال العنبر. وهاد الروائح الشرقية هي روائح اللي كتمزج بزاف في العطور مع روائح ديال الأزهار. ملي كنهضرو على الروائح ديال الأزهار، دونك سي اوتوماتيكمون الروائح اللي كنلقاو في أزهار متعددة. دونك واللي كتكون هي واحد الروائح اللي كتكون عامرة بالرومانسية، دونك اللي كتعطي واحد لا سونساسيون ديال الرومانسية، اي كتعطي واحد اللحظات مميزة ملي كنوضعو العطر. وايضا اخر مثال غادي نعطيكم هي رائحة الفواكه. دونك رائحة الفواكه هي ايضا واحد الرائحة اللي كتعطي انتعاش ملي كنوضعو ان بارفان اللي فيه رائحة ديال الفواكه، وكتكون من كتكون من انواع مختلفة ديال لي فخوي. اي وكنقدروا
الرائحه ديال الفواكه كتمزج بزاف ايضا مع الرائحه ديال الزهور باش كتعطي العطر كتزيدو قوه وجمال اكثر. دونك هذا فيما يخص الانواع ديال الروائح ديال العطور. من بعد ما كنهضروا على الانواع ديال الروائح ديال العطور كنهضروا على الانواع ديال العطور، لان العطر كيتميز كل عطر كيختلف على كاينين مجموعه ديال العطور كتختلف على بعضياتها. اول نوع ديال العطور واللي كنظن انكم كتكونوا كتسمعوا بزاف بارفان او دو بارفان او دو تواليت او دو كولون، دونك كيكونوا هادو اشياء هما تسميات العطور وكنسميوهم على حسب نسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري في لو بارفان في العطر. دونك داكشي علاش لو بارفان باغ اكزومبل اولا النوع ديال العطر اللي سميتو بارفان كيكون فيه اعلى نسبه ديال التركيز، اعلى نسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري اللي كيكون فيه. دونك باغ اكزومبل عندنا لي اول مثال غنهضر عليه عندنا اولور ناتينغ. اولور ناتينغ هو بارفان اللي فيه نسبه عاليه من التركيز ديال العطر، و اولور ناتينغ هو واحد العطر اللي هو عند اوري فلام هو اول عطر فيه نسبه تركيز جد عاليه. دونك من بعد عندنا ايضا جورداني جولد اسينزا. دونك جورداني جولد اسينزا حتى هي داخله في الفئه ديال لي بارفان اللي كيكون فيهم اعلى نسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري. دونك لو بارفان كتكون دائما فيه نسبه ديال التركيز ديال العطر ما بين 20 حتى 30%، وهو عطر اللي كيدوم من 6 حتى 8 ديال الساعات. دونك هذا النوع الاول ديال العطور. النوع الثاني من بعد لو بارفان كيجي لو دو بارفان. دونك لو دو بارفان كيكون فيه نسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري فيه كيتراوح ما بين 15 حتى 20% واللي كيدوم المده اللي كتراوح ما بين 4 حتى 5 ديال السوايع. اي هنا باغ اكزومبل عندي عندي جورداني جولد اوريجينال اللي هي عباره على نو دو بارفان، اي ايضا عندي هنا فولار مومنت اللي حتى هو كيتعتبر او دو بارفان اللي التركيز ديالو ما بين 15 حتى 20% واللي كيدوم من 4 حتى 5 ديال الساعات. من بعد هنا عندي ايضا ماشي فقط في لي بارفان ديال النساء اللي كاين هذه القضيه، ولكن كاينه في لي بارفان سواء ديال النساء سواء ديال الرجال كيكون هذا التقسيم هذا وهذه الانواع. دونك هنا باغ اكزومبل عندي لو نوفو لا ما عنديش هنا لي زو دو بارفان. دونك باغ اكزومبل لي زو دو بارفان عند الرجال كاين بروسيس دو سيكريت، دونك لي هو او دو بارفان اللي كيدوم لمده طويله واللي التركيز العطري ديالو ما بين 15 حتى 80%. دونك من بعد غادي نهضروا على لي زو دو تواليت. دونك لي زو دو تواليت هما كيكون نسبه ديال التركيز العطري ديالهم ما بين 5 حتى 15% واللي كيدوموا من 2 حتى 3 ديال السوايع. اي هنايا غادي نهضر باغ اكزومبل على لو دو تواليت جديده بي هابي فيل جود، دونك اللي متواجده في لو كاتالوج ديال شهر 5. دونك عطر اللي العائله العطريه ديالو اسبيري دي اي بي سي واللي كيتكون من لي زورانج وكيتكون من الخرقوم واللي كيعطي انتعاش وحيويه. دونك ايضا فيما يخص الرجال عندنا لا نوفيل او دو تواليت غلاسي اير اللي حتى هي نوفوتي ديال لو كاتالوغ اللي كتنضم لا غام ديال غلاسي. دونك باغ اكزومبل هنا عندي غلاسي اير، دونك هادو بجوج دي سو دو تواليت اكلا اون سبور اوسي. دونك هادو كيدخلوا في لا كاتيغوري ديال لي زو دو تواليت. من بعد لو دو تواليت كتجي الفئه الرابعه اللي هي لي زو دو كولوني. دونك لو دو كولوني كتكون فيها النسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري ما بين 2 حتى 4% فقط، وللوقت ديالها كيدوم في ما يقارب ساعتين. دونك هنا باغ اكزومبل عندي سينسيتي
اللي هي اونو دو تواليت و باردون اللي هي اونو دو كولون و واللي كما قلت ان التركيز العطري ديالها كيكون ما بين 2 حتى 4% واللي ما كدومش اكثر من 2 ديال الساعات. دونك هذا فيما يخص الانواع ديال العطر. الوغ ان كومونتير من عند مسيو عماد العريشي كيقول كو بور لي زوم لا غام غلاسيي كامله زوينه وفريش اكزاكتومون سو سون دي زو دو تواليت اللي هما كيعطيو لا فريشور كيعطيو الانتعاش وكاع لا غام غلاسيي هي اون غام ديال العطور اللي اللي كت كت كتعبر على الرجل اللي كيعزز عليه لي زافونتور اللي كيبغي يعيش دي زافونتور اللي هما جدادين و ايفيكتيفمون هي كتعطي اون فريشور. ميرسي بور طون شكرا على الكومونتير ديالك. دونك اخر حاجه غنهضر عليها فيما يخص العطور هما لي الهرم العطري. تكونوا سمعتوا انه كل عطر كيتكون من مجموعه ديال لي نوت. كاينين لي نوت دو تيت لي نوت دو كور اي لي نوت دو باز. هذا كل عطر كيكون عنده هاد الهرم العطري ديالو. دونك اول حاجه كنبداو بها هي لي نوت دو تيت اولا لي نوت العليا. دونك هي الحاجه الاولى وهما هاد لي نوت دو تيت غالبا كيكونوا فيهم الحمضيات دونك فحال الليمون البرغاموت كيكونوا فيهم ايضا بحال العشب بحال الخزامه بحال العشبه ديال الليمون بحال انيس. دونك هادو هما اللي كيكونوا في لي نوت دو تيت واللي كيتعتبروا اول فكره كتكون عندنا على العطر وهي اول حاجه كنشموها فاش كنرشو العطر. دونك هي كدوم فقط لدقائق متعدده من بعد كتمشي هذه الرائحه وكتجي بلاصتها كيجيو بلاصتها لي نوت دو كور اولا لي نوت ديال القلب. دونك هنا في لي نوت دو كور كنلقاو الورود دونك الياسمين اللايلاك كنلقاو ايضا الفواكه دونك روائح ديال الفواكه كما ذكرنا قبيله. دونك كنلقاو مثلا التوت على حسب شنو كاين في شنو كاين في العطر. كنلقاو ايضا في لي نوت دو كور البهارات دونك الخزامه باردون الخرقوم دونك كاع القرفه دونك كاع لي زانغريديون اللي داخلين في لا كاتيجوري ديال البهارات. دونك كنلقاوهم في لي نوت دو كور واللي هما كيكون كيعبروا على الهويه الحقيقيه ديال العطر والريحه ديال لي نوت دو كور هما كيدوموا كيدوموا بضع ساعات. دونك من بعد ملي كيمشي الرائحه ديال لي نوت دو كور كيجيو من بعد لي نوت دو باز. دونك لي نوت دو باز كنلقاو فيهم الروائح الخشبيه دونك لي بوا كنلقاو فيهم باغ اكزومبل لا فاني. دونك هاد لي نوت هادو هما دي نوت لي كيبقاو لواحد المده طويله. دونك هما لي نوت ولا البارفان اللي كيبقى لنا على الجلد ديالنا ولا على الملابس ديالنا واللي كيبقى لواحد المده اللي هي طويله بزاف. دونك كان هذا هو الهرم العطري ديال اللي كنلقاوه في كاع العطور. دونك اللي كيتكون من لي نوت دو تيت لي نوت دو كور اي لي نوت دو باز. دونك بهذا كنكونوا كملنا الفئه ديال العطور. دونك اللي كما قلنا انها كتكون من مجموعه ديال انواع ديال الروائح والعطور هي عباره على انواع مختلفه لو بارفان لو دو بارفان لو دو تواليت لو دو كولون وايضا انه كل عطر كيتكون من هرم عطري لي لي كومبوزونت ديالو كيختلفوا من عطر الى اخر على حسب المكونات ديال العطر. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لو لايف ديال هذا الاسبوع ودائما كيفما وعدناكم في النهايه ديال هذا لو لايف غادي نطرح عليكم سؤال ومعنا غادي تكون معنا اخر غانيون اللي غادي تربح معنا لا ديرنيير كروس اللي باقا. دونك بيسكو سي لو ديرني لايف غادي يكون معنا اون ديرنيير كروس اللي غادي يتم اهدائها لاخر فائزه اللي غتفوز معنا في هذا البث الاخير من الكبسولات الرمضانيه.
دونك سؤال ديال هاد لو لايف هذا دائما قبل ما نطرح السؤال ديالي غادي نذكر بانه باش تجاوبوا على لا كيستيون باش تجاوبوا على السؤال ما تجاوبوش في لي كومونتير لي كومونتير هنا ولكن جاوبوا في لا بوبليكاسيون اللي غادي نحطوها فور ما غادي نطرح السؤال دونك غادي نحطوها في لاباج اوفيسيال اوريفلام ماروك والاجابه غادي تكون اون كومونتير في لا بوبليكاسيون دونك هل انتم مستعدون او بيان سور لا غانيونت غادي يتم اختيارها او الفائز او الفائزه غادي يتم اختيارهم بقرعه او سحب اللي غادي نديروه من هنا الاسبوع ان شاء الله من بعد ما نجمعوا لي كومونتير دونك السحب غادي يكون يوم 17 ماي ان شاء الله يوم الاثنين دونك سؤال ديال هذا البث هو شنو هو النسبه ديال التركيز ديال العطر المتواجده في لو دو بارفان دونك شنو هو النسبه ديال التركيز ديال الزيت العطري المتواجد في لو دو بارفان دونك فوالا وصلنا للنهايه ديال الكبسولات الرمضانيه ما سخيتش بكم ما سخيتش بلي لايف ديال نهار الجمعه معكم نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من خلال هاد الكبسولات الرمضانيه تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيفاش تعتنيوا براسكم كيفاش تعتنيوا بالجمال ديالكم ونتمنى انكم تبداو تطبقوا المعلومات اللي عطيتكم وان شاء الله موعدنا في فرصه قادمه وكنتمنى لكم من دابا عيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وباش ما كتمنوا ان شاء الله الى اللقاء